أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع في هذه الأيام إعلان النفير العام للجهاد في سوريا، ما هو توجيهكم؟ النفير ما يكون إلا من ولي الأمر، إذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، قيل لكم. والذي استولى النفير، النفير هو ولي الأمر خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحة معاليكم لمن ابتلي بابن ذهب إلى مواقع الفتن في سوريا مدعيا ومتذرعا بالجهاد وعاصيا لوالديه وعاصيا لولي أمره؟ على كل حال الله يتولاه، نسأل الله أن يهديه وأن يرده سالما لوالديه، وهو أخطأ لكن لعل الله أن يرده ويتوب عليه. نعم.